ورمايو وقتها بتذكر كنت بالمستشفى، يمكن ما كنت كثير بعيد ما عم بتذكر، انه اجى خبرني هو قال لي انا معك من هوسكنز لنفوما وصحيت ولكي كيف نزلت منيح، بس ما كنت صدق انه اوكي انت يمكن منيح انا يمكن ما صير منيحه. خليني اخبركم كيف بلشت الخبريه. تعملها مثل ما قال رمايو، انا ما بحياتي كنت فكر انه معقول يصير معي كانسر. يمكن لانه انا دايتيشن بهتم باكلي بعمل سبور ما بدخن ما بشرب الكول، فكل الريسك فاكتورز ما عندي اياهم. فليوم من الايام بلشت فجاه صار لي بجمعه وحده كثير زادوا السيمتوم، صرت اصعد كثير، صار لي ناشفه، صار يوجعني صدري بالنص، صرت اعرق كثير بالليل. فحيا لو واحد بصير معه هول الاشياء بفكر انه ماشي فيروس او غريب او شيء عادي، بس وانا عاده شخص قليل كثير تا يمرض، يعني انا كل سنتين مره بصير معي غريب، فكمان ما اجى هذا الشيء على راسي. ليوم قشط ضغطي ونزلت على الاورجنس وبلشت الخبريه، عملنا صور فحوصات دم بايوبسيز، لا عرفت انه معي نون هوتشكنز لنفوما ديفيوز لارج بي سيل كانت ستيج 4. بلشنا رحنا عند دكتور هادي، يعني حسيت من حكيه انه هذا الشيء ما له هي، يعني رح يكون التريتمنت اجريسيف. هي واز فيري اونست معي انه التريتمنت رح يكون قوي. فلاول وهله اكيد بيني وبين حالي انه خفت، بس ما بعرف كيف اجت القوة، يعني قوة إلهية اجت علي بس اتقبل الموضوع ببساطة. بلشنا كيمو ثيرابي، كنت نام 5 أيام بالمستشفى على 6 مرات. اكيد كانوا صعبين، بس بنفس الوقت السايد افكتس ما كانوا كثير طاف علي. كمان هيدا انا بعدها يمكن لان جسمي شوي كان قوي قبل، وكمان هيدا عناية إلهية. اكيد كانوا اهلي كلهم حدي، اصحابي، يعني السبورت اللي كنت عم لاقيه بهيدي الفتره هي اكثر شيء ساعدتني، والصلاه كمان اكثر واكثر. من بعد ثاني سايكل عملت بات سكان، بين انه تقريبا كل شيء نظيف، بعد في شوي صغيره على الربس مثل ما بتذكر، وكفينا بالسايكلز على اساس انه خلصت. عملنا حفله واحتفل معنا دكتور هادي واهلي واصحابي. عملت البات سكان الاخيره، رجعت بينت نفسها اللي كانت بعدها بالاخر، بس انه ان بروجريس، يعني عمل ريلابس بسرعه كثير. عند روماريو بعد كم سنه، انا ماشي من ظرف ايام يمكن. فهون كانت الصدمه القويه، انه انا على اساس خلصت كيف بدي ارجع عن جديد اعمل كيمو. فكان القرار انه لازم نعمل ترانسبلانت كمان مثل روماريو، بس للاسف قبل الترانسبلانت لازم اعمل كمان كيمو ثيرابي اذر لاين. سو بلشت فيه، بس الكانسر كان عم بيزيد زياده مع الكيمو، سو بنسميها ريفراكتوري ديزيز. فهون يعني صرنا شو بدنا نعمل؟ انه صرت مجربه 2 لاين كيمو، شو بدنا نعمل؟ رحت مره عند دكتور هادي عم نحكي انا وياه، قال لي ميشيل في تريتمنت بامريكا جديد، هلا صار ابروف للليمفوما، اسمه كارتي سيل ثيرابي. اوكي، بس تقريبا $1,000,000. انه هون للحظه قلت انه خلص ما بقى في امل، انه $1,000,000 من وين بدنا نجيبهم؟ فقال لي روحي شوفي بركي في ترايلز، نبشي بكذا مستشفى وايميلز عم يعني كنا عم نبعثهم كمان المستشفيات. سو رحنا وجينا مثل ما نحن، يعني اوكي شفنا كارتي سيل، ما لقينا ترايلز، يعني ما في ادفع $1,000,000، يعني انا يا كنت بدي اعمل ترايل يا ما بدي اعمل شيء. فرجعنا وقلنا هيك تنفكر بشيء تنجمع المصاري، بس انا بيني وبين حالي ما كنت كثير اكيد انه حندبر المصاري. فبلشت انا شخصيا فتحت على جو فوند مي اكونت وصورنا فيديو انا عم بحكي فيه عن الكيس تبعي بكل بوزيتيفيتي، وما كنت عم شفق العالم وعم بطلب اللي بيقدر يساعدني. نزلت الفيديو على الاكونت وعلى السوشيال ميديا بين ليله وضحاها،
بلشوا الدونيشنز يزيدوا بشكل خيالي عن جد. يعني نام وقوم لاقي عالم ما بعرفهم عاملين ايفنتس بس يطلعوا الدونيشنز لإلي. يدقوا لي اصحابي يقولوا لي انه في كذا كمان عامل لك شيء عنده بالمحل تيطلع لك الدونيشنز. ف يعني بس عطر كيمي بدي اشكر عن جد الكل اللي ساهموا ان كان بالدونيشن ان كان بالصلاه ان كان بالدعم المعنوي حتى الدولار كان عم بيأثر كثير. فبجمعتين قدرنا ندبر 750,000 دولار. ايماجن يعني لهلا احنا بعدنا مش مصدقين اللي صار عن جد. اللبنانيه قد ايه عندهم يعني من كل الاديان كانوا عم بيساعدوا. ف دبرنا الأمام تاني نهار أخذنا تكت ورحنا على أمريكا. أنا هون كنت يعني حالتي بلشت كتير أدفانس بلشت ضيق نفسي كتير عم بصول فكانت صعب علي شوي. رحنا صحبوا لي دغري هونيك السيلز وهو لازم إذا بعد 21 دايز فوت يعملوا لي انجكشن للسيلز مرة تانية. فسحبوا لي السيلز قعدت هونيك بهيوستن بأندي أندرسون. قعدت برا المستشفى 21 يوم ورجعت فتت على ال 21st day وعملوا لي انجكشن للسيلز. وهون بتصير واحد ناطر شو بده يصير لانه الكارتي سيلز مثل ما خبروني قبل وكانوا كثير اونست معي انه عنده كثير سايد افكت صعبين. في عالم يمكن ما بيتحمل جسمهم هالقد تريتمان قوي. فبلشنا يوم عن يوم كل يوم يصير معي شيء. هلا اكيد كان صعب بس انا بالنسبه لي اصعب شيء صار معي بهيدا التريتمان هو نهار بطلت احكي فيه لانه بيعمل توكسيتي للسيستم النرفو. فبطلت لا احكي ولا اكتب ولا اي شيء. فهون كانت صدمة إلي إنه معقول كفي هيك أو معقول ضل هيك. بس لا الحمد لله وقت فتت على الـ ICU ومش الحال. أكيد ضعفت كثير ضعفت 10 كيلو. بطل في أمشي ولا يعني ولا شيء. فهون قلت إنه لا إذا ما حصح من ولا هيدا ما مشكلة إنه مش معقول يصير أكثر من هيك. الحمد لله مرة 3 ويكس كنت بالاوبيتال وظهرت وناطرين كنا الباب سكان. هلا هن بيقولوا لنا انه معقول يكون في بارشل ريسبونس او كومبليت ريسبونس. انا بصراحه ما كنت قلقانه بالبارشل ريسبونس يعني اذا كانوا حيقولوا لي هيك شيء. فعملنا الباب سكان والحمد لله طلع في كومبليت ريسبونس. اكيد يعني بمساعده الجميع اهلي و أصحابي وخطيبي والدكتور هادي اللي كان دائما يطمن عني. الدكتور هادي بيقول لي شغله انه انت ما فيك هلا تقولي انه يو ار ا سرفايفر لانه كنت ننطر مور ذان 5 ييرز وذاوت ا ريلابس. بس انا اي ام شور انه من هلا ل 100 سنه ما راح يرجع يصير في شيء بقوه ربنا. وبحب كمان انهي بجمله. كنت دائما كل يوم بالمستشفى باندي اندرسون يكتبوني جمله الصبح وعشيه تيتاكدوا انه بعده سيرفو ماشي. فالجمله اللي كنت اكتبها هي prayers do miracles. فبحب انهي بهيدا الكود. كان كثير صعب احكي بعد روماريو. افتكر بعد كثير صعب بعد اكثر احكي بعد ميشيل. نحن فخورين فيكم اول شيء ونحن فخورين فيكم لانه على كل هالانرجي وهالدعم اللي انتم فيكم توصلوه لكل شخص بيننا ولكل مرضى السرطان اللي عم يتعالج اليوم لكل مرضى السرطان اللي تعالجوا قبل وهلا صحوا ولكل مرضى اللي معقول يصيروا مرضى سرطان. فأنا بحب وجه تحية كتير كتير كبيرة لألكم اثنيناتكم لأنكم عن جد أول شيء نحن بيكبر قلبنا فيكم. نحن بنحس مع المرضى بنحس معكم كتير لأنه أنتم
تغلبتوا على المرض بطريقه كثير قويه بكل شجاعه وبكل ايجابيه. بهيدا الموضوع بفتكر رح ننهي الجلسه تبعنا. اذا في عندكم اسئله لنا بيرسونال اكيد نحن موجودين اذا في بدكم تجوا تسالونا. وبتشكر كل حدا منكم لانه نهار جمعه شيء جيتوا لعنا من بعد جمعه اكيد صعبه وعاجل تسال كل هالامور. بشكر حضوركم معنا والله يقويكم.